هم يظهروا الثبات في الملعب، يواجهوا فريق بطل المكسيك، بطل امريكا الشماليه، بطل فريق جامد جدا. الاهلي ليه لقاءات قبل كده معاه يعني بنتائج لم يكن فيها التوفيق حليف الاهلي، فيا ريت يتمنى ان شاء الله النهارده يظهروا اللاعبين الموجودين وان هم لا يقلوا عن زملائهم وان هم يستطيعوا ان يدافعوا عن الوان النادي الاهلي. في راي حضرتك استاذ محمود، الاهلي غلط لما ما تعاقدش مع حارس مرمى تاني اثناء موسم الانتقالات الشتويه اللي فاتت، ولا لا الاهلي مش محتاج ان هو يعمل ده؟ لا حضرتك، هو النادي الاهلي يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي عنده حارس افريقيا الاول والمنتخب محمد شناوي ومنتخب فابا، علي لطفي حارس لديه خبرات، عندك في اكثر من بديل جيد ما بين مصطفى شوبير اللي بيعد الاهلي المستقبل، حمزه علاء من الحراس المميزين، مصطفى خلف اللعيب اللي هو في بكرون واحد الشباب الاهلي، يعني عاوز اقول هناك بدائل وجاء الوقت يعتمد الاهلي على ابنائه ويمنحهم الفرصه بصوره او باخرى لاكتساب الخبرات، والخبرات لن تاتي الا من كثر المشاركات والمداومه على اللعب، ويتعلم اللاعب ويتعلم اي انسان يتعلم من كثر العمل، الاخطاء تعلم وتفيد وتجرب، ولم يصل احد الى ما وصل اليه الا بكثره التجارب والعمل وتعدد المواقف والانكسار والانتصار. لا الاهلي ليس الان الاهلي ليس بحاجه الى حارس مرمى، ربما يكون هذا الكلام في المستقبل اذا حدثت في الظروف، لكن الاهلي يمتلك عناصر جيده، لكن هناك حاله من عدم يعني الاصابات زائده على الحد، ظروف المنتخب الوطني المتواجد في المباراه النهائيه، لكن خلاص قضي الامر، المباراه الان في الملعب دقائق وستنطلق على الموجودين في الملعب ان يثبتوا انهم يستحقون ان يتواجدوا في النادي الاهلي ويرتدون الفانيلة الحمراء. الامر واضح، نسال المولى عز وجل ان يوفق اللاعبين النهارده، يقدموا مباراه كبيره جدا والجماهير متقبله هذا الامر، الاستاد مليء عن اخره تشجيع وروح حماسيه كبيره جدا، ان شاء الله يقدم الاهلي ويثبت ويعيد مره اخرى انه يملك اللاعبين القادمين على حمل اسم في كل البطولات. بمناسبه حديثك عن الجماهير استاذ محمود، الجماهير متقبله اي نتيجه للماتش ومهيئين نفسهم؟ خلاص الجماهير متقبله، اصبح لديها كل النقاشات الجانبيه طبعا ستتكلم، والناس كانت ربما كانت يعني كانت تتمنى من مصر الموسماني ان يفكر في البطوله مبكرا بظل غياب لعيبته، وان يعتمد على العناصر الموجوده ويعتمد على فريق يخوض معه خمس ست مباريات منها مباريات الرابطه لتجهيز الظروف دي، لكن على برضه كل الحسابات لم تكن يعني واضحه، والظروف التي تعلمها ويعلمها الجميع والشارع الرياضي، لكن اعتقد ان العناصر موجوده ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني يكونوا حاضرين بقوه وربنا يوفقهم ان شاء الله في المباراه ان شاء الله. النهارده كمان شفنا ان كابتن الخطيب سافر وفاجئ البعثه مع انه مش رئيس البعثه. هو طبعا هو ابدا كابتن خليل كان يعتذر حتى عن الذهاب لنهائي كاس امم افريقيا ومرافقه البعثه ورئاسته بسبب التزامه مع الطبيب المعالج ليه، ولما التقى بالطبيب واطمن على حالته الصحيه تواجد في ظل الظروف دي، لانه لعيبه الاهلي واي محتاجين دعم معنوي متواجد معهم النهارده، خدم على الفريق اليوم بالكامل واطمن على المصابين، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون ظهور طيب ان شاء الله.